السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أولا أشكر معاليك دكتور أحمد على هذه الإدارة العظيمة لهذا اليوم الماتع. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. ويقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن شملتهم هذه الآيات. الأخوة والأخوات الباحثون والباحثات، الأساتذة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئ أنفسنا جميعا في هذا اليوم المشهود، يوم الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذه المنصة العريقة، المنصة التي أشرف بالانتماء لها كباحث أولا ثم كعضو في الهيئة الاستشارية العليا. هذا اليوم الذي يشهد الاحتفال بمرور 8 سنوات على إنشاء منصتنا العربية. هي 8 سنوات في الفترة، ولكنها 80 في العمل. 8 سنوات عددا، 80 سنة عملا وإنجازا. المنصة العربية الأكبر والأوسع والأشهر على الشبكة العنكبوتية، والتي نال شرف تأسيسها وشرفت به معالي الدكتور سيف السويدي المؤسس لها، جعلها الله في موازين حسناته، فله جزيل الشكر والتقدير. وسبحان الله، تأتي المصادفة الطيبة، وهي تزامن هذه الاحتفالية أيضا مع بلوغ عدد الباحثين كما أشار الزملاء والزميلات إلى عدد غير مسبوق، وربما كررناه في التهاني لأنه عدد بالفعل يستحق التكرار، وهو 118 ألف باحث وباحثة أو يزيدون الآن. ولهذا يجب أن أقول بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الشكر موصول لدينامو الهيئة الاستشارية. نعم، دينامو الهيئة الاستشارية معالي الدكتور عبد الرازق مختار، وهو صراحة دينامو بارك الله فيه وجعله في موازين حسناته، وكل الزملاء في الهيئة الاستشارية لهم كل الشكر والتهاني والتقدير. وأيضا كل باحث وباحثة، مبارك عليكم بلوغ منصتكم العام 8، وبإذن الله تعالى نشهد في الاحتفالية العام القادم إن كتب الله لنا البقاء واللقاء. نشهد بإذن الله افتتاح جامعتنا المباركة، جامعة أريد الدولية، والتي هي الآن بما في طور التأسيس، وتقام لها الاجتماعات، الاجتماع تلو الآخر كما أشار معالي الدكتور عبد الرازق. ولا شك أنها جامعة كتب لها النجاح بإذن الله قبل أن تبدأ، لأنها ولم لا، فهي جامعة الباحثين، جامعة البحث العلمي، جامعة تخرج من رحم أكبر منصة علمية وعالمي. بارك الله في هذا الجمع المبارك، وطبتم وطاب حضوركم وتبوأتم من الجنة منزلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.